المزمور التاسع. يا ربي بكل قلبي أحمدك وأحدث بجميع عجائبك، أفرح وأبتهج بك، أعزف أيها العلي لاسمك. عند ارتداد أعدائي إلى الوراء يعثرون ويبيدون من أمام وجهك. حين حكمت لي وقضيت جالسا على العرش ديانا عادلا، قمعت الأمم وأبدت الشرير، محوت اسمهم أبد الدهور، العدو قضي عليه، خراب للأبد، دمرت مدنا فاضمحل ذكرها. أما الرب فللأبد يجلس، وقد وطدت عرشه للقضاء، فهو يقضي للدنيا بالبر وبالاستقامة يدين الأمم. وليكن الرب حصنا للمظلوم، حصنا في زمن الضيق، فيتوكل عليك من يعرفون اسمك، لأنك يا رب لا تخذل ملتمسيك. اعزفوا للرب ساكني صهيون، وأعلنوا في الشعوب مآثره، فإن المطالب بالدماء يذكرهم، وصراخ الوضعاء لا ينسى. لأجل مبغضي ارحمني يا رب، وانظر إلى بؤسي يا رافعي من أبواب الموت، لكي أحدث بجميع تسابيحك في أبواب ابنة صهيون وأبتهج بخلاصك. تورطت الأمم في الهوة التي حفرت، وعلقت أرجلها في الشباك التي طمرت. أظهر الرب نفسه وأصدر القضاء، وأخذ الشرير بما فعلت يداه، ليرجع الأشرار إلى مثوى الأموات، وجميع الأمم الذين نسوا الله. فإن المسكين لا ينسى على الدوام، ورجاء البائسين لا ينقطع للأبد. قم يا رب ولا يقوى الإنسان، ولتدن الأمم في حضرتك. يا رب ألق الرعب عليها، ولتعلم الأمم أنها بشر.